أنا ما زلت أقول بأن التعليم العالي في الأردن ما زال بخير، والتعليم العالي في الأردن ما زال منافسا على الساحة الإقليمية، لا بل هناك لنا منافسات ونحقق حضور على الساحات العالمية. لكن عندما تتحدث بشكل دقيق، يعني أنا من الناس المطلع على التعليم العالي في المنطقة وفي الأردن، وبقول أنه القرار الذي قد أخذ في دولة الكويت الشقيقة ودولة قطر الشقيقة هذا حقهم في نهاية النهاية، كل دولة لها الحق الكامل بإعادة تنظيم تعليمها، بإعادة تنظيم أين يرسل طلبتها، وبالتالي هم من حقهم أنه يعترفوا أو لا يعترفوا في الجامعات. لكن أنا اللي فهمته أنهم هم لا يتحدثوا عن عدم اعتراف في الجامعات، بل يقولون بأنه إعادة تنظيم إرسال الطلبة إلى جامعات معينة، حتى أنه يعني إعادة توزيع الطلبة في الجامعات ما يكون في هناك. ولكن يعني دكتور بلغة التعليم إلغاء الاعتماد هو عدم اعتراف، هو ليس إلغاء، هكذا تفسر إذا سمحت لي، هو ليس بإلغاء اعتماد. الاعتماد أولا الجامعات الأردنية كافة الوطنية كافة سواء كانت العامة والخاصة هي جامعات معتمدة اعتماد عام وخاص في الدولة الأردنية. نعم. لا بل كافة الجامعات الأردنية الوطنية هي عضو في اتحاد الجامعات العربية وعضو في اتحاد الجامعات الإسلامية، وبالتالي بعضها أيضا في اتحاد الجامعات الأوروبية الآسيوية، وبالتالي لا تستطيع جهة من الجهات أن تسحب الاعتراف من أي جامعات وطنية. إنما أنا بحكي لك المعلومة اللي عندي اللي يعني المتوفرة حقيقة، هم يعني القصد منه أنه إعادة توزيع الطلبة على الجامعات الأردنية حتى لا يكونوا موجودين في إحدى الجامعات على حساب جامعات أخرى.